الرحمن الرحيم. يوم الاثنين 9/9/2013، قصف يستهدف ناحية التمنع في ريف إدلب ويؤدي إلى احتراق في المحال التجارية. الله أكبر، الله أكبر عليك يا بشار. الاثنين 9/9/2013، قصف همجي يستهدف ناحية التمنع في ريف إدلب الجنوبي. الله أكبر، الله أكبر عليك يا بشار. أشوف أختار في شيء أسود طالب. الله أكبر.